مع اقتراب ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، يحفل سجل التاريخ بأبطال الحرب والسلام الذين بذلوا الجهد والأرواح فداء للوطن. من هؤلاء الأبطال الذين سجلوا أسماءهم بأحرف من نور بطل الحرب والسلام الرئيس الراحل محمد أنور السادات، الذي تجلت عبقريته في حرب أكتوبر في العديد من القرارات، أبرزها قيامه بمناورتين للجيش وإعلان التعبئة العامة قبل الموعد المحدد للحرب. سوف نسلم أعلامنا مرتفعة هاماتها عزيزة صواريخ. في سجلات نصر أكتوبر المجيد أحداث وشخصيات بذلوا العطاء فاستحقوا الثناء تقديرا لما قدموه من أجل عزة وكرامة الوطن. وفي تلك السجلات تسطع أسماء ورموز يتلألأ ذكراها في السطور والكلمات. الرئيس الراحل محمد أنور السادات، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، رجل الحرب والسلام. ولد الرئيس الراحل محمد أنور السادات في 25 من ديسمبر عام 1918 بمحافظة المنوفية. نشأ وتربى على الصلابة والتدين، والتحق بالكلية الحربية وتخرج فيها عام 1938 ضابطاً بسلاح الإشارة. انضم إلى الضباط الأحرار الذين ثاروا لتخليص مصر من الاستعمار والاستبداد، وبعد ثورة 23 من يونيو عام 1952 بدأ السادات رحلته مع المناصب السياسية، إلى أن اختاره الرئيس الراحل جمال عبد الناصر نائبا له ليصبح بعد وفاته رئيسا لجمهورية مصر العربية. ويبدأ السادات مشواره الصعب في تاريخ مصر، ويكمل مسيرة إعداد الجيش لحرب مصيرية. كان السادات مؤمنا بخطة الخداع الاستراتيجي لإيهام العدو بأن مصر لن تحارب، حتى أقنع العدو بأنه لن يتخذ قرار الحرب. وفي 6 أكتوبر عام 1973، وفي خطوة جريئة، اتخذ السادات قرار الحرب ضد إسرائيل. واستطاع الجيش المصري عبور قناة السويس وتدمير خط برلي في المنيع، لتنتهي بعد ذلك أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي ظن بأنه لن يقهر أبدا. وبعد انتهاء الحرب وتحقيق النصر، كان للسادات قرارات مصيرية بالغة الأثر، فكانت مبادرته للسلام. وفي يوم تاريخي من شهر مارس عام 1979، كانت معاهدة السلام التي استردت بها مصر أرضها كاملة. هذه المعاهدة جعلت السادات واحدا من أبرز الشخصيات العالمية، فحصل على جائزة نوبل للسلام. أتوجه إلى العالم كله، لابد أن يشمل عالمنا المتصارع المتناحر بأننا في النهاية ننتمي إلى أسرة واحدة، هو الإنسان، ونحن نعبد رباً واحداً هو الله. وفي 6 أكتوبر عام 1981 أصابته رصاصات الغدر، فاستشهد إثر ذلك، وخلد اسمه بأحرف من نور في تاريخ العسكرية المصرية. الأداء يوم 6 أكتوبر كان أداءً رائعاً. كان لدينا في الدقائق الأولى على الضفة الشرقية للقناة 19,800 مقاتل. في نفس الوقت بدأت مفارز المكلفة باقتحام النقط الحصينة تهاجم النقط الحصينة من خط برليف، وسقط هذا الخط في خلال 18 ساعة من بدء العملية الهجومية.
أكتوبر 73، 50 عاماً من العزة.